الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في بيان وراد الشبهات التي طرحها بعض مشركي قريش على رسول الله صلى الله عليه واله وكان الذاكر والطارح للشبهات والمخزوم رسول الله هنا استلهم من عبارات مجموعه من الامور نذكرها كتمهيد قبل ان نطبق باقي الروايه الشريفه النقطة الأولى أن السحر يختلف عن الإعجاز والمعجزة السحر هو الاستعانة بأسباب خفية للتمويه والخداع العلامة المجلسي رحمه الله في البحار يذكر أقسام السحر سبعة أو ثمانية من الأقسام طبعا العلماء ناقشوا في بعض هذه الأقسام وأنها ليست من السحر ولكن كأنما الحاصل من السحر الذي يفتي العلماء بحرمته وبأن حده ضرب بالسيف فهو الاستعانة بالأسباب الخفية للتمويه والخداع بخلاف المعجزة إذا السحر ما إلى واقع وإنما تصورات تخيلات أوهام سحر أعين الناس إظهار للناس ما ليس بواقع إن قلت هل التخيلات والأوهام تؤثر يعني واحد يشوف المسحور يتأثر قد يجن المسحور قد يصاب بآفه تنفصل العلقه البي... ال... الزوجيه بين الزوجين، هاي المحبه الموجوده الكامنه في قلوبهم تذهب فاذا السحر سبب ما يخالف التوهمات قد توجب اعراضا للانسان نفسه يعني واحد يقولون اغلق في براد هو تصور البراد يشتغل بعد ساعات اجوا شافوا هذا مثلج مع ان البراد كان مطفي وكان يمكن للانسان ان يعيش يمكن يوم اكثر من يوم في هذا المكان مو من نقص الاكسجين ميت وانما من البروده التخيلات تؤثر اذا واحد يتصور انه دائما هناك من يهجم عليه ويريد قتله يحس بالخوف هذه التصورات الذهنيه هي التي تحرك الانسان في الواقع مو الاسد الخارجي يعني شنو اللي حرك الانسان نحو الفرار؟ تصور ان خلفه اسد. اما وجود الاسد الخارجي هذا قد ما يؤثر اذا هو جاهل ما يفر. ففراره يعني هذه الحركه انما كانت وليده للتصور الذي تصوره. فاذا هذه الاسباب الخفيه وسحر اعين الناس والتاثير عليهم بايجاد توهمات تخيلات هذه قد تؤثر في صحه الانسان قد يجن الانسان اذا واحد تصور انه القي من شاهق قطعا يتاثر ويقال ان احد الظالمين خالفه جندي فاراد تاديبه حبسه في غرفه قال انا رحت افتح عليك الغاز بعد ساعه هذا كان ميت من التصور طيب هسه السحر امر غير واقعي بخلاف الاعجاز اللي الاعجاز هو امر حقيقي واقعي يؤثر باسباب ولكن الاسباب مطويه يعني شوفوا قد تكون هناك حبه الحبه لازم إلى أن تصبح شجرة ويأخذ لها فترة من الزمن خلال ثانية تصبح شجرة مو سبب بيّن طبيعي السبب غير بيّن غير طبيعي غير واضح الإنسان أن يطير الإنسان طيران الإنسان بدون أجهزة بهذا الهيكل اللي يحمله هذا محال فإذا إنسان طار هذا يكون معجزة بدون أي سبب يمكن واحد يقول يركب الطائره ويطير، مو معجزه، لذلك رسول الله صلى الله عليه واله في هذه الروايه الشريفه يذكر يقول الطيران للانسان اعجاز، اما الطيران للطائر هذا من طبيعه الطائر الطيران، مو اعجاز. اذا هذه هي النقطه الاولى، طبعا حرمه السحر منوطه ببعض الامور. اظهار غير الواقع واقعا يعني اما الحرمه لاجل التعبد او لاجل ان الساحر يدعي بانه مسبب الاسباب فيجعل نفسه شريك مع الباري عز وجل يقول انا مو الله اللي دي يسبب انا الذي اسبب مو الله اللي يشفي انا الذي اشفي فقد يكون حرمه السحر او من من حكم حرمه السحر أنه يرى نفسه ويري نفسه للآخرين مسبب الأسباب. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية الملائكة مخلوق لله عز وجل. يحمل جسماً لطيفاً. هذا الجنس، جنس الملك. يحمل جسماً لطيفاً. لا يمكن أن يرى بالعين المجردة فهو شيء أن يعني جنس الملك الملك شيء لا يرى طبيعته هكذا مثل الهواء كما يذكره رسول الله صلى الله عليه وآله فدعوة المشركين بأنه لو كان هناك رسول كان المفروض يكون ملك من الله ملك يرسله الله عز وجل ياتي لكي نتبعه. رسول الله صلى الله عليه واله يقول: الملك ما تقدرون تشوفوه ولو رايتم يعني الله مد في ابصاركم، يعني كانما هذا البعد الجديد اللي البصر ما يقدر يلاحظه. الله عز وجل جعل هذا البعد في ابصاركم فقوه النظر اصبحت قوه اقوى مما هي الان مثل في يوم القيامه، فبصرك اليوم حديد، واحد يشوف ملايين الكيلومترات. فيمكن لله عز وجل ان يجعل كذلك لراينا الملك من جنسنا يعني جسم غليظ كنا نشوف بعد يعني لو راينا الملك راينا الملك شيء كابداننا خب اذا شفنا الملك وقام يكلمنا هذا الملك بطريقتنا لكنا نراه كاحدنا اذا تريدون يبقى الملك على ما هو عليه الملك على ما هو عليه وتبقى ابصاركم على نفس الوضع ما تقدرون تشوفون الملك من بعد لا يمكن للبصر أن يستوعبه وإذا شفتوا الملك فراح يكون واحد مثلكم فإذا ما تطلبونه من الله عز وجل في أن يجعل الرسول ملكا هذا أمر صعب لا ينفعكم لماذا لا ينفعكم؟ لأنه لا تتم الحج عليكم الرسول بشر مثلكم ولكن له المعجزات يأتي بقرآن باللغة العربية الفصحى تعجزه فطاحلكم عن الإتيان بمثله فإذا هذا الإعجاز أما إذا كان هناك ملك يجي ويقول أنا إعجازي الطيران من قال في جنس الملك ماكو طيران الطيران مش عادي الآن لو طائر يأتي إليكم ويقول أنا رسول من الله تطلب منها الان حمامه تجي هنا وتتكلم او افهم كلامها فتدعي انها رسول من الله ويجب ان اتباعها شنو الدليل على الرساله؟ تقول بانني اتمكن من الطيران اقول في جنسك في جنس الطائر الطيران مو شيء مستحيل الطيران شيء طبيعي الانسان لو طار هذا اي هذا اعجاز معجزات رسول الله طبعا البعض أوصل معجزات رسول الله إلى أربعة آلاف معجزة أربعة آلاف معجزة أتى بها رسول الله ولكن أكبر معجزاته القرآن وأهم المعجزات فهذا هذا الإعجاز هو الذي يتم الحجة على الإنسان طبعا الحجة شنو معناها كنقطة ثالثة الحجة يعني ما يحتج به المولى على العبد والعبد على المولى يعني في يوم القيامة إذا أو في الدنيا هسه الموالي العرفيين المولى يطالب العبد لما لم تأت بالفواكه إلى الضيوف العبد يقول ما قلت لي فله الحجة أو المولى يقول قلت لك أنت ما اهتميت فللمولى الحجة على العبد الحجة يعني ما يقطع العذر ما يكمل الصورة لدى الآخر فرسول الله صلى الله عليه واله عندما ياتي بالحجه يعني يكمل صورته انه رسول مرسل من الله عز وجل للاخرين. هذه الصوره تكون كامله وواضحه امامهم. فاذا الاعجاز ان صدر من بشر فالاخرين يشوفون هذا الاعجاز حجه، اما الاعجاز ان صدر من ملك. الآخرين يقولون يمكن هذا الذي صدر من الملك من طبيعة جنس الملك أن يصدر عن هكذا أمر فلا تتم الحجة عليه وهذا يكون ناقض للغرض مو أنه أولا إذا يرون الملك كأحدهم ثانيا الحجة المعجزة التي يقيمها هذا الملك ما ينفع من قال هذا معجزة من قال هذا طيل المقدمات فإذا الفرق بين السحر والمعجزة أن السحر اظهار غير الواقع واقعا، اما المعجزه فهو طي المقدمات باسباب غير بينه، يعني هذه الاسباب كلها تطوى ويحصل الفعل الحقيقي في الخارج، لذلك سحره فرعون عندما راوا عصا موسى تبدلت الى جان الى حيه، عرفوا هذا واقع عندما عرفوا انها ان هذه القضيه قضيه حقيقيه اسلموا وامنوا. النقطة الثالثة انه لايصال الرسالة، احنا هذه النقطة بيناها بابعاد اخرى في البحث السابق. ان الغرض من الرسالة ومن بعث الرسل ايصال الكلام الى الناس. وإتمام الحجة عليهم لذلك لو كان الرسول يحتجب عن الناس في قصره مثلا هذا ما كان يمكن أن يوصل الرسالة هذا كان نقض للغرض من نفس الحكم ومن نفس الأهل من مقدمات الوصول إلى هذا الهدف هو أن يتكلم الرسول بلسان قومه يعني يتكلم بما يشعرون بما يفهمون وما أرسلنا من رسول إلا بلسانه قومه إذا كان يتكلم بلسان آخر ما يستوعبون رسالته فهذا يكون نقض للغرف ومن الأدلة على حجية الظواهر لأن الرسول يتكلم بالظواهر يأمر وينهى ويذكر الأخبار عن المستقبل عن الماضي يُنصحهم يرشدهم عموما كلام الإنسان بالظواهر مو بالنصوص فمن الأدلة على حجية الظواهر هذه الآية المباركة يعني مضافا إلى سيرة بناء العقلاء طبعا بناء العقلاء المشكلة في البناء أنه دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهذا إشكال كبير على الظهورات يعني حجية الظهورات إن توقفت على بناء العقلاء فبناء العقلاء دليل لبي لأنه عملهم يقتصر فيه على القدر المتيقن فيما لو لم يخالف ظن شخصي يعني اذا انا ظننت بما خالف بناء العقلاء يعني الظاهر حجه ولكن انا ظننت بان مقصوده مو الظاهر خلاص هنا بعد الظاهر ما يكون حجه لذلك نحتاج الى ادله لفظيه ومن الادله اللفظيه التي قل من ذكرها بالنسبه الى حجيه الظواهر هذه الايه المباركه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم حتى الرسول يبين التبيين كيف يكون فقط بالنصوص كلا التبيين يكون بما يتكلم الرسول صلى الله عليه وآله في غير المتشابهات من كلامه 90% بل 99% من كلمات الرسول ظواهر فلذلك نعتمد على هذه الآية والرسول صلى الله عليه وآله هنا يقول بأنه إنما بعثني الله رسولا أكلمكم بما تفهمون ليش يجيكم فد ملك اللي ما تعرفون أصلا كلامه ما, تستوعبون تف... ما كلامه وهذا من لطف الله ومن سهولة إتمام الحجة عليهم يتعاملون ويا بشر مثلهم فيمكن يتأثرون به النقطة الأخرى أنه اتهم الرسول صلى الله عليه وآله بأنه مسحور المسحور يعني من ابتلي بالسحر أو في بعض في اللغة المسحور يعني من زال عقله حس أجل سحرته الخمرة يعني أزالت عقله الخمرة رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا هذا كان يعني بفكر كبير منهم سابقا مضى يمكن في بعض الأبحاث أنه فكروا خططوا أنه ما الذي نقول عن رسول الله مجنون خل مجنون ما يقدر هكذا يتكلم نقول انه ساحر او مسحور الساحر يعني يلعب بعقول الناس ويؤثر على عقولهم فهنا رسول الله صلى الله عليه واله يقول المسحور تتبين عليه اثار السحر شنو من اثار السحر ان يخطأ ان يغلط ان تكون الى زله أن ترون في أعماله السفاهة أنا ما عندي هذه الأعمال أبدا كل هذه الآثار منفية عني فإذا واحد مسحور قطعا بدليل الإن يعني يشوفون المرض من آثار المرض إذا واحد مصاب مثلا بتعفنات داخلية الحمى أثر يعني من المعلول نصل إلى العلة أثر يدل على وجود أمراض داخلة بدن هذا الفرد فيروسات ميكروبات فرسول الله صلى الله عليه وآله تدعون أنه مسحور شنو الأثر؟ لازم يظهرت أنا أربعين سنة معاكم لم تروا مني زلة ولا خطأ ولا كذب ولا خيانة هذا لا يدل على أنني لست بمسحور وإنما يدل على الأكثر من ذلك يدل على أنني مسدد من الله عز وجل لأنه هل يمكن لبشر عادي أن لا تصدر منه زلة ولا خطأ ولا يخون في قضية أبدا قطعا الخطأ خياس السهو والنسيان خيطر البشر العادي فما دام أنا أتو تشهدون أربعين سنة بينكم لم أخطأ لم أنسى لم أغلط في قضية فإذا هذا يدل على أنني مسدد وهو هذا إعجاز آخر من الله عز وجل لإتمام الحجة على أمثالكم لاحظوا الكتاب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله: واما قولك يا مخزومي واما قولك لي لو كنت نبيا لكان معك ملك يصدقك ونشاهده. خلي فدوا... فد ملك يجي يمشي وياك احنا بنشوفه ويقول بالفعل هذا صادق. بل ليش ملك يكون وياك؟ ليش انت تكون نبي؟ الملك خليه يكون النبي. بل لو اراد الله ان يبعث الينا نبيا لكان انما يبعث ملكا لا بشرا مثلنا. فالملك لا تشاهده حواسكم، رسول الله يقول: لانه من جنس من جنس هذا الهواء لا عيان منه. يعني مو جنس كثيف. وإنما جنس جنس لطيف فلا يمكن أن يرى بالعين بهذه العين بهذه الآلة الموجودة في رأس الإنسان ولو شاهدتموه كيف تشاهدوه بأن يزاد في قوى أبصاركم الشيخ المفيد في العقائد يقول اليوم في بعض الروايات أن الإنسان عند الاحتضار يرى الملائكة كيف فيجي يقول الله يقوي بصر الإنسان يعني يعطي للبصر بعد جديد اللي يقدر يشوف الملائكة فممكن يعني واحد يشوف الملائكة ولكن إذا شاف الملائكة بهذا البعد الجديد فيشوف جسم جسم كأجسامنا هسه مو هذا الهيكل إلا بيدين ورجلين ولكن جسم من الأجسام كهذا الحائط أو كمثلا تلك الحمامة بأن يزاد في قوى أبصاركم لقلتم هذا لي ليس هذا ملكا بل هذا بشر يعني تشوفوه كهيكل بشر مثلا لانه انما كان يظهر يظهر لكم بصوره البشر، يريد ياثر عليكم يكون نبي الكم فيظهر بصورتكم، تشوفوا جسم غليظ كثيف بصورتكم، الذي الفتموه لتفهموا عنه مقالته وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه يكلمكم اذا حمامه تريد تجي بطريقتها تكلمنا لا نستوعب شيئا من كلامها إذن لازم يكون بشر حتى نستوعب ما يقول وتعرفوا خطابه ومراده فكيف كنتم تعلمون صدق الملك وان ما يقوله حق بس هذا صار فد بشر من اين تعرفون صدقه من اعجازه خمنوا قال هذا الاعجاز كان طبيعي ما كان غريب في عالمه في جنس الملك يمكن هذا مو اعجاز أنتم ما تدرون هذا من طبيعه الملك ان يقوم بهكذا امور بل إنما فكيف كنتم تعلمون صدق الملك وأن ما يقوله حق بل إنما بعث الله بشرا وأظهر على يده المعجزات التي ليست في طبائع البشر معجزات مو في طبائع أنا المعجزات التي صدرت عني أنتم تعرفون بقلوبكم في واقعكم أنها خارج عن إطار طبيعة البشر معجزات النبي موسى عليه السلام معجزات النبي عيسى عليه السلام خارج عن اطار البشر طبيعه البشر الطبيب يمكن بعلاج يشفي المريض ولكن الالاف المؤلفه كانوا يجتمعون في صحراء النبي عيسى كان يقف على مرتفع ويؤشر اليهم باشاره وفيهم مختلف الامراض فالكل كانوا يرجعون الى بيوتهم وهم اصحاء ما عندهم اي مرض هذا مو طبيعي، مو من طبيعة البشر، الطبيب لازم يعطي وصفة، بدون وصفة ما يمكن أن يؤثر. ليست في طبائع البشر الذين م. قد علم علمتهم ضمائر قلوبهم. يعني في قلوبكم تعرفون أن المعجزات خارجة عن طبيعة البشر. أظهر على يده المعجزات التي ليست في طبائع البشر الذين قد علمتهم ضمائر قلوبهم فتعلمون بعجزكم عما جاء به انه معجزه وان ذلك شهاده من الله بالصدق له وهذا يدل على انه صادق هذه المعجزه شهاده من الله ولو ظهر لكم ملك وظهر على يده ما يعجز عنه البشر طار مثلا هذا الملك طار من معجزات النبي سليمان انه كان الريح مسخر، يركب على الريح ويطير. هذا معجزه ما يقدر واحد اخر يسوي هذا الفعل، وقضيه حقيقيه. فاذا ملك اجى وطار هل هذا معجزه؟ لا، طبيعه الملك ان يطير مثلا. ولو ظهر لكم ملك وظهر على يده ما يعجز عنه البشر لم يكن في ذلك ما يدلكم ان ليس في طبائع سائر اجناسه. من الملائكة حتى يصير ذلك معجزة مو معجز هذا ألا ترون أن الطيور التي تطير ليس ذلك منها بمعجز لأن لها أجناسا يعني أنواعا يقع منها مثل طيرانها الطير يطير هذا طبيعي باقي أصناف الطير أيضا تطير ولو أن آدميا طار كطيرانها مو طار عبر الطائرة لا لا هو بدون اضافه اي شيء طار هي ايضا لا يضاف اليها شيء الحمامه عندما تطير تطير بجناحيها مو انه باله خارجيه بسبب خارجي ولو ان ادميا طاير كطيرانها كان ذلك معجزا فان الله عز وجل سهل عليكم الامر وجعله بحيث تقوم عليكم حجته وانتم تقترحون عمل الصعب الذي لا حجه فيه الله سهل جافد واحد بشر مثلكم وبالاعجاز اتم الحجه بطريقه بينه انتم تصعبون القضيه تقولون خلي يجي, يجي ملك فاذا أجا ملك اولا ما ينفعكم لانه تشوفوه كبشر ثانيا ما تتم الحجه لانه الاعجاز الذي يصدر منه مو دليل انه لم يكن في جنسه في نوعه الملائكة مثل هذا أمرا طبيعيا في عادته وفي طبائعه وجعله فإن الله عز وجل سهل عليكم الأمر شلون؟ سهل بأن بعث منكم رسولا فيكم رسولا وجعله بحيث تقوم عليكم حجته بالإعجاز الذي يظهر منه وأنتم تقترحون على الله عمل الصعب يعني ملكا رسولا الذي لا حجة فيه ما ينفع يعني العجاز ما يلازم قبول رسالته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأما قولك ما أنت إلا رجل مسحور فهذا الكلام فكيف أكون كذلك وقد تعلمون أني في صحة التميز والعاقل فوقكم المسحور يعني أصيب في عقله أثر عليه السحر فلازم تظهر آثار السحر عليه خطأ مرض مستمر جنون أي شيء رسول الله يقول وأنا و وقد تعلمون وأنتم تعلمون وتشهدون بذلك أني في صحة التميز والعقل فوقكم فهل جربتم علي منذ نشأت إلى أن استكملت أربعين سنة خزية فد عيب يعني مثلا مني او زلة او كذبة او خيانة او خطأ من القول او سفه من الرأي اعطيتكم فد رأي اللي هذا الرأي اللي يكون صائب وإلا هذا دعواكم دعوة باطلة أتظنون أن رجلا هنا مو أنها دعوة باطلة بل هي نفسه هذه القضية تدل على أنني معصوم من قبل الله عز وجل أتظنون أن رجلا يعتصم طول هذه المدة بحول نفسه وقوتها هل يمكن؟ واحد من الصغر لا يخطأ من الكبر لا يخطأ لا ينسى النسيان بعد أقل ما يعرض بين الآدم النسيان أو بحول الله وقوته اعتصام أسمة من الله عز وجل وذلك ما قال الله انظر كيف ضربوا لك الأمثال يعني كيف وصفوك وصفوك بأنك مسحور انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا يعني هذا دعواهم باطلة ما تنتج فلا يستطيعون سبيلا إلى أن يثبتوا عليك اما بحجة أكثر من دعاويهم الباطلة التي تبين عليك تحصيل بطلانها إن هم أكثر حججهم باطلة فما يقيمونه يعني هذه الحجج اللي هي من أقوى حججهم باطلة فأي حجة أخرى ليذكروها تكون دون هذه الحجج التي ذكروها فلا يستطيعون سبيلا يعني طريقا إلى أن يثبتوا عليك عمى يعني يثبتوا عليك ظلالة انحراف بحجة يعني كيف يثبتون العمى بحجة هذه الحجة تكون أقوى من ماذا بحجة أكثر من دعاويهم الباطلة حجتهم هي هذه الدعاوي التي ظهر بطلانها وزيفها من دعاويهم الباطلة التي تبين عليك تحصيل بطلانها، هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين